ما هي أطول كلمة في القرآن الكريم؟ مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة. أعزائي، وردت أطول كلمة في القرآن الكريم وجاءت في سورة الحجر الآية 22 والذي بلغت عدد حروفها 11 حرفا، والتي تم اعتبارها أطول كلمة واردت في معاجم اللغة العربية أيضا، وهي فأسقيناكموه المتواجدة كما ذكرت في سورة الحجر أعزائي، وتعتبر أطول كلمة أيضا في اللغة العربية. وأتمنى أعزائي بأن تكون وصلتكم هذه الإجابة المفيدة بإذن الله، وإلى اللقاء في حلقة أخرى وجديدة.